يا صفية مفيش، ربنا يسترها عليك ولا ترجع لنا بالسلامة. ايه هو في سلامة بيجي من وراها الشر يا جد الله؟ ولا سعيد؟ نعم يابا. نعم يابا. يا دي خشني كده وعرض صوته، افرد طولك. انا عايزك جدع، عايزك البرنج على اللي في الحارة كلها، عايزك تبقى احسن من محمد علي كلايف. بلعب جودو يابا مش ملاكمة. كلها عافية، كلها عافية. اسمع سيد، انا لو غبت وما رجعتش تخلي بالك من امك ومن اخواتك. انت رايح فين يابا؟ سلام عليكم. ايه يا راجل، انت بتعود تقضي معايا الليل بالطول، مالك بتسربع كده؟ ايه ما بقتش عاجبك ولا ايه؟ عيب لما تقولي على روحك كده. ده انت برنسيسة. ما انت مش مقدر اهو. معلش اصلي مش خلصان الليلة، محتاج اللي باقي من عفيتي يا يونيا. يا لهوي، وكمان شايل المسدس، انت ناوي على ايه يا فود؟ خليكي في حالك يا يونيا. ها تعال صلاح حبيبي، قول لعزيه. قول صحيح، هو ناوي تتجوز على امي؟ اقول لك ايه، شوف يا صلاح، امك تعبانه، امي غلبانه، ما تستاهلش اللي انت بتعمله فيه ده كله. يا ابني مش كفايه ان الزوجه تبقى غلبانه، الست كمان لازم تبقى. اقول لك ايه، يلا روح شقر على امك وشوفها، لا تكون عايزه حاجه. يلا يا سلطان، انت لسه قاعد؟ بقول لك يا جد الله، ما تسيبني انا، وانا مستعد اجيب المصحف احطه على عينيا واحلف لك اني مش هفتح بوقي باي كلمه. اسمع سلطان، رجليك قبل رجلينا، خلاص مات الكلام. مؤاخذه يا رجاله، اتاخرت عليكم. انت طول عمرك كده، مزاجك مأخرك. يلا بينا. يلا سلطان. الله ايه، اوعى ده. يلا. طيب يا اخي روح. اوعى ايدك. اللي اوعى ايدك دي؟ ما تزقش ايده. اوعى ايدك. ما تزقش ايده. اوعى ايدك، انت عايز تزقش ايده. وقعت قلبي يا جدع، انا قلت الفلوس راحت. فلوس كده يا صلاح؟ يعني خايف على الفلوس ومش خايف على اخوك؟ مش القصد يا صاحبي، بس انت عارف الظروف. صح كده، بس بقول لك ايه، شفت الواد عامل زي الحيوان؟ مش قوي كده. مش قوي كده. شو يا عم، شو انت مجنون ولا جنات؟ مش في حدا بيقدر على ابو خرست؟ يا ابو ريك، ابو السيد، ربنا يعني سعيد بسعيده، انا هروح اشوف المصلحه. ماشي، بس بقول لك ايه، في الهادي ومش عايزين مشاكل يا صلاح. عيب عليك يا سيد، سلام. مش معاك؟ عيب عليك انت كمان، ما تقول له حاجه يا سيد. ما تقلقش، البلد دي كلها ده عاطفه عندنا. طير يلا، خلي بالك، ربنا يستر، شايلك للتقيله. رقبتي يا ابو خرست.
مالي وانا مالي وانا مالي من الاحزان انا مالي. يا بنتي يا نصرة يا رايقه، والنبي ده الاكل هيطلع عسل. تلاقي البت ميسا ما حطتش فركه النعناع والخلطه هتطلع صايصه. لا والنبي ظلمتك يا ميسا، حطت الخلطه. صباح الخير يا نصرة. صباح الفل يا روح نصرة. الله، انت عامله محشي النهارده؟ لا ده بتاع بكره يا خول، لكن عامله لك النهارده طبق فته هتاكل صوابعك ورا. يا واد يا واد ما تاكلش الزفت، امشي امشي روح اقعد في اوضتك. يلا لما اخلص اكل حندهنا. وقدر روحي لي يا اختي بالاونطه واجيبه لنفسي، وانا ناقصني حاجه. سيد اخويا ربنا كرمه بيبعت لي كل شويه قرشين. ربنا يسعدك يا سيد يا رب. ما نفسكش في راجل عايزه تعيشي كده بعلودك؟ وهو الراجل يا اختي هيعمل لي ايه؟ يا بنتي يا خايبه، مين اللي قال الست ما تعيش من غير راجل؟ الست ما تعيش من غير ونسه، وطول ما البيت ده مفتوح وعيال جدله بيرعوا فيه الونسه ممدوده. تبقى مصيبه لو اخوكي بيفكر زيك كده. جرايه يا بنتي قللت الاصل، انتي مفكره ان سيد مش ليكي ولا ايه؟ والنعمه لو لغيري لاستريح، انما هو عارف ان انا قاعده وصابره، وهو عمال يدوس عليا بالقوي. ماشي يا سيد. انا نازله يا نصر، عايزه حاجه. خدي يا بنتي تعالي هنا. ايه يا بنتي اللي انتي عامله في نفسك ده؟ المحزق والملزق والملون، وايه اللي انتي مركبه في عينيكي دي؟ رموش دي يا اختي ولا تنن؟ جرى ايه يا نصر؟ في ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ هتنزلي ازاي الحاره كده؟ استري نفسك. هلبس ده؟ هلبسه. وبعدين انتي مش معادك الساعه 4؟ ما انا عادي، انا رحاب الاول بعدين اروح الجامعه. طب يا اختي قولي لها ما تعوقش، تخلص اللي في ايدها وتيجي على طول. ولمي لي مهرجان المزبلين اللي انتي عاملاه في شعرك ده، ابي فكيه في الجامعه يا اختي. ماشي حاضر. اختي هي فرقت هنا من الجامعه؟ اه يا اختي فرقت، الناس تاكل وشنا. طب بقول لك يا نصر، ما تغني كده؟ ما تبس بقى. الله. فرنش ولا الوان المره دي يا مدام؟ لا الوان بقى يا رحال، عملنا فرنش كتير قوي الفتره اللي فاتت عشان خاطر التصوير. بس كان حته دور، انا بصراحه ما صدقتش ان حضرتك عملتي دور سعديه وبتتكلمي زيهم بالظبط. دور جامد جامد يعني، جايزه باذن الله. ثانك يو يا رحال. ويا ترى بقى اتفرجتي على الحلقات كلها؟ اه طبعا، وبعيده دلوقتي كمان على اليوتيوب. ياه انتي مهتميه قوي بقى. اصل انا خريجه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، وبعشق الاعمال الدراميه، وطبعا مدام بيري سيف يعني مش هتطلع في اي اعمال وخلاص. خريجه اعلام وبتشتغلي هنا؟ اه هنا كويس يا مدام، هنا كويس. ومن ناحيه يعني انا لسه ما لقيتش فرصه بشهادتي، ومن ناحيه تانية أنا بعشق الكارير ده، يعني بلاقي متعة في شغلي مع الزباين الأمارات اللي زي حضرتك. حبيبتي بس نجمتنا القمر عندنا، معقول؟ أخبارك إيه؟ تمام يا روحي، أنتِ إيه الأخبار؟ تمام، أنتِ كويسة؟ الحمد لله. أوكي، خلصي مع رحاب بقى وتعالي نشرب قهوة في مكتبي، أوكي؟ أكيد هعمل كده. أوكي. بعد إذن حضرتك ثانية واحدة. أوكي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ أختك كويسة؟ احمد جراله حاجه؟ مالك يا رحاب في ايه؟ ما انا لسه سايباكي في البيت ونازله. جايه ليه؟ جايه زي اي زبونه عادي. ايه مشبهش؟ بطلي هزارك ده بقى وتفضلي امشي من هنا، ما تجيبيليش الكلام. ماشي مش هجيب لك الكلام، بس هاتي علبه الميك اب اللي طلبتها منك. يا بنتي الحاجات دي غاليه قوي، ما ينفعش. غاليه عليكي انتي مش عليا انا، وانا كده كده هديكي تمنها اصلا. خدي بس دي اخر مره اشوفك هنا، فاهمه ولا لا؟ والا ورحمه ابويا لاقول لاختك نصر. هاجي تاني ومش هتقولي لنصر. ماشي باي باي. اوكي هستناكي بقى. ها اكيد هجيلك. اوكي تشربي ايه حضرتك؟ لا ولا حاجه، بس بالراحه عليا شويه يا رحاب. حاضر. ايه
تعال حد يجيب له المايه دي، عايز حد ينظف هنا. ايه يلا يلا ايه الاخبار؟ ازيك يا ام ايمن؟ ابي اسالي جايه لكم. يا نهار ازرق، معقوله؟ ايه ده بنفسك يا ست الناس؟ طب كنت قلت لي كنت طلعت خدتهم انا ولا بعت لك اي حاجه؟ مش هتفرق، وانت عارف ان بيت جدالة ما بيدخلوش غريب. لا لا الله. طب ليه الوش الخشن ده يا اسطى نصر؟ غريب الا الشيطان. وبعدين احنا اولاد حته واحده، يعني السؤال واجب. يعني بالمره تكونوا محتاجين حاجه، عايزين اي طلب، مش كده ولا ايه؟ ايه يا حماد؟ حسابي ولا معلمك مش عامل حساب؟ لا عامل حسابه، ولو مش عامل حسابه على الطلاق ادفعه من جيبي. وانا صغير ولا ايه؟ ده انا حمادة الطيب اللي هنا من زمان، وشايل جوايا والساكت. بصير اللي ما يعرفنيش يعرفني. وانا يا اخويا مش تلميذه في الدبلوم، ولا راميه ودني للقهات والصعبانيات. والحته دي اعرف رجالتها دكر دكر، ولا مؤاخذه عيل عيل. وبعدين ايه يا اخويا زمان ده؟ وانت لو اديتيني سكه اقول لك انا سكتك مسدوده يا حبيبي. هات الحساب يالا. قال ابن امبارح بيقول لي زمان ومش زمان. بس انا ما كنت عارفه انك هيك قبضاي. هو انت لسه شفت قبضايات؟ سمعت اغنيه بوشة خير؟ ايه سمعتها بتجنن. معايا بقى هتشوفي كل خير. مشكله بس الواد صلاح واخد مفتاح الشقه ومش عارفه بات فين. ما علي انا ما عندي. اول ما شفتك قلت عليكي بنت جدعه. سيد فين صلاح؟ وضربوا بيا يا سيد. ايه اللي حصل؟ عملوها معايا، خدوا الحاجة كلها، دغدغوني يا سيد. اسود يا صلاح، مش قادر اقف. طب لف لف بسرعة، اسمعني على البيت. انت فين الفلوس؟ الفلوس معايا يا خواجه. شو المجنون
اللي صارت ولا مصيبة هي رح تودينا بآخر معمر ربنا. يعني ايه؟ هات من الآخر. رجع البلدك والحواري اللي جيتوا منها انت وصاحبك قبل ما تصحى وتلاقي نفسك بالتابوت تحت الأرض وهو جنبك. ماشي رجعنا، بس العملية كانت على اسمك وحمايت انا وصلح واجب عليك مثل ما كسرت اجبرها يا ابو خريف. وحقي نصيحة اللي قلتلك اياها هي الثمن، نفذها وهيك بيبقى حقك وصل لك وزيادة. امين.